ألو عائشة، ما عم بقدر لاقي العنوان، فيني اجي لعندك اليوم؟ طيب يلا جاي لك. مساء الخير ست فداء، بس فينا نشوفك بكرة انت وشيرين؟ لك طبعا، انت بتعرفي علي. شكرا ست فداء، بشوفك بكرة لك. مو شايفة قدامك؟ شو مو شايف قدامك؟ ما بتعرف تسوق يعني؟ سمعتي شو قال أخي؟ كيف بدي أتهرب منه؟ كيف؟ ميرنا، ميرنا شبك حبيبتي؟ ليش عم تبكي؟ ليش زعلانة؟ احكي شو صاير؟ عليك. علي؟ شوف الحالة يلي وصلت لها. تعرف قديش عم انجرح لما اشوفك هيك؟ انا عم اتعذب، طلعني من العذاب علي، ساعدني لو سمحت. ميرنا، 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 يلا وزع لي، يلا هات خد، يلا شوط. علي، علي، علي وينك؟ أنا جيت. ما فيك تتهرب، جيت أخدك. بعدين خبرت الجماعة ما بصير نتراجع، يلا عم يستنونا. جاهز أخي. يلا أخي. شو هالشبوبية الحلوة يا أخي، طالع بتجنن. لا تقول ما خبرتك، البنت رح تعجب فيك. هون يعني؟ ها اجوا اخي. علي، ايش علي؟ يلا
مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا فيك. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. مرحبا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك شيرين خان. أهلا فيك. بعرفكم أخي علي. الست شيرين رفيقتها المقربة لفداء خانم، بيشتغلوا بنفس المكان. أنا بعرفك بس ما التقينا من قبل، وقريت القصائد اللي كتبتهم للمرحومة مرتك، كتير تأثرت، عن جد كتير حلوين. يعني ما بتفكر تنشرهم بشي مجلة أدبية أو هيك شي مثلا؟ علي. 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 شوفي شو بزعل؟ بعتذر منكم، أنتوا بتعرفوا وضعه، بيكون تذكر ميرنا هلأ. عن جد هالشي غريب. علي. علي استنى علي. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.